أهلين. بعد إذنك فيني أحكي مع سيرين كلمتين؟ ما أنا موجودة. طيب شكرا. منشان جهاد مو؟ إيه والله، يعني شفتي شو صار معه مبارح؟ الله وكيلك، وضعه كتير بيأسي. بعرف معك حق، بس هاي البنت متغيرة كتير، بعتقد ما عاد ينفع مع الحكي. بسيطة، لكن أنا رح روح شق على جهاد عن إذنك. تظرني جاي معك. إيه تفضلي. تفضل. يا صباح النور. صباح الخير. خليك مرتاح. لا تفضلوا، اهلا وسهلا. هلا برجوش، كيفك اليوم؟ الحمد لله احسن. ايه الحمد لله. منال شو صار معك؟ قربت. انت لا تاكل هم، كل شيء رح يكون منيح. شو رايك هلا اطلع جيب العود وسمعك شيء حلو؟ والله يا ريت. تكرم عينك، يلا عن اذنك. كيف صرت؟ هلا شيرين يمكن فصرت، بدي احكي معك كلمتين قبل ما يرجع زهير. بعرف شو بدك تقلي، امبارح تمت القصة. ما فهمت. يعني يومين وبتلاقي عم ينطوط قدامك بأرض الديار. عن جد عم تحكي؟ لك ايه عن جد، وجد الجد. بس انت بقى روق وهدي، يعني معقول المبارحة عملته بحالك؟ هذا جهاد المثقف الواعي؟ شبك شو صار لك؟ كأني مثقف وأني واعي، والله ما كنت بوعي. بتعرفي منولة، عن جد انت ما في منك وبنت حلال. ليش كنت مفكرني شي تاني؟ لا يعني ما كنت مفكرك شي، بس كنت شاكك. يا خليص. ضحكونا معكم. اهلين ابو الزوز. هلا ابو الزوز. والله ما حدا بيفهمني غيرك، هات سمعنا نشوف. لك دخيل قلبك، ما كنت شربونا قهوة؟ ايه من عيوني فورا. تسلمي يا رب.